معانا فقرة مميزة، معانا فقرة الساحر. كلنا في أي مناسبة كده، إمتى ايوه بقى فقرة بالظبط. الساحر؟ ايوه لا هستأذنك جبنا لو لكم خفت فقرة هقول يا لهوي الساحر. عادي، بص عشان ما حدش يضحك عليا انا من الاول. لا لا احنا منتظرين من يعني الساحر. الباب راحت. ومعانا عمرو خالد. يا عمرو منورنا، ميرسي نزوح حضرتك. يلا بقى عرفنا بنفسك. مساء الخير على حضراتكم اولا. انا اسمي عمرو خالد، وكل عام وحضراتكم بخير ومشاهدين طيب. حضراتكم الكرام بخير. انا اسمي عمرو خالد، انا مهندس اتصالات وشبكات. عندي مهندس اتصالات، دي حاجه فخمه قوي. انت تعبت يا ابني قوي ايام دي الدراسه، حقيقة. الله على عينينا دلوقتي. ربنا يعينك. دي حقيقه. وبجانب دوت انا بقدم فن الخداع البصري. انا الوجينست. برافو عليك، هو فن الخداع البصري صح كده؟ يا فندم، فأنا بدأ الموضوع معايا كهواية وبدأت أقدمه بشكل احترافي بقالي كذا سنة. وأنا بقالي بعمل الموضوع دوت بقالي 11 سنة يعني. عمرو، دراستك ليها تأثير أو أفادتك في أي حاجة في اللي احنا هنشوفه النهاردة؟ لا خالص. خالص طبعا. مش أنا لا خالص. ما صعبتش عليك الخمس سنين اللي انت طلعت عينك فيهم؟ ما مازال بتطلع عيني، ما زال بيطلع عيني. الاثنين جنب بعض صح؟ احنا يعني الكليه جنب اكيد الشغل اكيد مش كده؟ دخلت هندسه عشان بابا وماما يبقوا مبسوطين ان ابنهم مهندس. لا. كأي عائله مصريه اصيله. بابا وماما دلوقتي بيتفرجوا علينا، ولو قال كده مش هيروح. يعني بلاش الحركات دي، كان ليه ما تردش. ما سمعتش السؤال. خلاص اعتبره ايه اللي سامع. طيب الخداع البصري او الشو اللي انت بتعمله، بدأته من امتى واتعلمته فين، ولا يعني انت اكتسبته ازاي؟ انا كنت بدأت الموضوع سنة 2011. وقتها كنت مراهق وكنت عايش برا مصر، وكنت زهقان عايز استكشف كده. فكنت بحاول كده ابص في كل حاجة كده، ايه احاول يعني اتعلم فيها شوية يعني. بصيت يعني زي اي مراهق بيطلع مثلا. اتعلمت مثلا كورس فوتوشوب شويه، دخلت في كذا حاجه كده يعني. بس وبعدين مره بالصدفه كان عندي جاري، كان راجع هو وشاف اطفال كده جيراننا، فكان معاه كوتشينه. فعلمهم حاجه بالكوتشينه، حاجه تافهه جدا، كان حاجه ماثيماتيكال يعني. فانا بالنسبه لي دي كانت يعني انا انبهرت اكتر من الاطفال بكتير. انا انبهرت اكتر من الاطفال بكتير وهو علمها لنا. فانا الموضوع بقى لزق معايا. كانت زي مساله حسابيه يعني. اختار الكوتشينه واختار رقم وما اعرفش ايه وحاجات ويطلعوا لك تاني. لا لا لا, لا 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 كانت حاجه سيلف وركينج يعني. بدون عمرو ما تيجي نشوف بقى. يلا بينا. اكيد طبعا. طب قبل ما ابدا بتاع حضرتك يعني زعق شويه عشان نسمعك، عشان اللي قاعد هناك ده مش سامعك. قبل ما ابدا ايوه خلينا كده نبريك الايس كده بحاجه بسيطه. تمام. وحاجه تكون بيرسونال شويه. حد معاه كارت بنك؟ طبعا بس بلاش بلاش بلاش. خلاص خلينا ناخد الحساب ولا ايه؟ لا لا خلاص خلينا خلينا نعملها بحاجه ابسط مثلا شويه. حضراتكم معاكم موبايلاتكم صح؟ طبعا. اوكي عليها بين كود، مش محتاجين تطلعوها حتى، مش محتاجين تطلعوها عليها بين كود. اوكي طب ممكن يعني ممكن اجرب اجس البين كود ممكن اجرب اجس البين كود بتاع حد؟ يلا تمام. بتاع حضرتك ممكن؟ اتفضل. طيب حضرتك قبل ما نبدا، انا حضرتك موريه لحد يعني، يعني في حد عارف البين كود بتاع حضرتك صح؟ حاضر. لا 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 بصي حاجه، خلينا اسيب الموبايل خالص حضرتك، مش محتاجينه خالص. اوكي طيب انا دي بس تجربه كده، انا هشوف ان انا هحاول يعني اخد بعض الافكار، اقرا بعض الافكار من حضرتك، مش عارف لو ما نجحتش يعني ما تحفلوش عليا. حاضر نخليها عشان دي بريكنج ذا ايس، بس بنسخن كده تكفيني وكده، فيعني لو انت مش تكفيني مش لا لا بس هنسخن بس الاول. طب اوكي دلوقتي انا هطلب من حضرتك البين كود، هو ممكن يكون حضرتك ما تقوليش، ممكن يكون اربع ارقام او ست ارقام. اوكي هو ده البين كود، يا اربعه يا سته. اوكي انا عايز حاجه ما تقوليش، عايز بقى حاجه بس تفكري، اربعه او سته. اربعه. اوكي حضرتك شايف ابتسامتها بدات تزيد شويه، انا هجس ان هو اربعه. اربعه اربعه. اوكي انا عايز حضرتك تفكري في الرقم الاول. اوكي عايز حضرتك ما تقوليش حاجه. اوكي انا عايز حضرتك تتخيلي ان الدايل باد بينا. اوكي واحد اثنين
3 4 5 6 لو لاحظت هي ما جمشتش خالص غير في الاول، فده يديني كلو ان هو في الاول ما تقوليش حاجه حضرتك. 1 2 3 شايف ضمت شفايفها في البدايه بتحاول تخفي وابتسامتها دي تاكد لي الموضوع ده. ما تقوليش حاجه، قولي قولي حاجه رقم في مخك بصوت عالي، ما تقوليش حاجه ركزي معايا، قولي في مخك بصوت عالي بصوت عالي كانك بتقولي 1 1 1 ده اول رقم في البين كود. لا اوكي اوكي مش مشكله، هرجع له بعد كده. اوكي انت نسيتني الرقم بتاعي. مش مشكله خليه هرجع له بعد كده. اوكي انا عندي لحضراتكم حاجه، دقيقه واحده. طب اوعي يكون واحد هيطلع لك الرقم بقى. لا انا فاكره. لا فاكره، ما انا بصيت عشان افتكر. انت بقى هتغيري الرقم عشان مصر كلها تعرف. كده هنعرف كلنا. مصر كلها عارفاه. بص بقى دي الحركات بقى. اوكي اوكي قبل اللي تخوف دي. وبعدين انا جنبه. طب ايه؟ طب انا هلعب بعيد. حضرتك هتكون مشترك معايا. مشترك معاك؟ هتدفع كام عشان هيصلك بقى؟ بعدين اوكي ممكن استلف خاتم من حد او 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 دبله تكون صغيره لو ممكن. خلي بالك من مش مشكله يعني. اتفضل. اوكي خلي مع حضرتك. اوكي خليني انا معايا مش ممكن اجي عند حضرتك. راجع هحاول ارجع لحضرتك في قطعه واحده. لا قطعه واحده يعني. خلينا بس نحط انت اللي اديتيه له بقى. انا ماليش دعوه، لو قاعد جنبه بس ماليش دعوه. بصي انا عايز بس حضرتك تمسكيه بس بصبعين دولت كده، يعني امسكيه كده. اوكي بس اوكي خليكي ماسكاه كده. ماسكاه انا مش شايف. اوكي خليكي ماسكاه. اوكي لما عد لغايه 3 عايز حضرتك تسيبيه. اوكي اسيبه فين؟ في الارض. 1 2 3 هي اللي ضيعته كده. ها احنا مالناش دعوه. بقى شوفي بقى. لا استنى دعاء بقى تعملي معاها ايه؟ حد معاه خاتم تاني؟ مالناش دعوه. حد معاه خاتم تاني؟ لا مش هديك الخاتم بتاعي. لا الخاتم بتاعي. لا مش مشكله من بحر المرتين. مش مشكله. طب خلينا نعمل ايه؟ محمد شكله هيطلعه من عندك وقعدك هتبقى بيت. هتعمل كده؟ لا لا شكله وحش قوي ان انا ازعل منه. لا 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 اقول لك على حاجه. لا لا ابعد عني. لا لا اقول لك على حاجه. تعالى تعالى نتخيل ان احنا بما ان احنا يعني في قناه طبعا معروفه بالاكل والخضره. تعالى نتخيل ان احنا في مطبخ، ان في وصفات قدامنا للاكل. ماشي اوكي. فانا هاجي جنبك كده، انا عايزك تمد ايدك تجيب اي وصفه اكل من الهواء. مد ايدك جيبها. ماشي اوكي حلو. هات الوصفه خليها معايا. ما تغيرش الموضوع. حلو انا عايزك تفتح بقى. بتنسينا الخاتم؟ لا لا مش هينفع نمشي. مش مشكله مش مشكله نجيبه بعدين. هينفع تمشي بالخاتم وانا قاعدين؟ انا عايزك بقى افتح كده على اي صفحه. افتح على اي صفحه في الكتاب او الوصف. افتح ماشي. ده كتاب. لا لا كتاب. انا عندي افتحه. تمام انا حلو. اوكي انا عايز حضرتك تبص تشوف اكتر من حاجه. اوكي ما تقولش حاجه بس يعني شوف بقى اكتر من حاجه. اوكي حاول المفروض نديله اوسكار على الاداء دوت بس يعني عايز حاجه. اوكي تحفظ الحاجات كلها اللي شايفها كلهم. تخيل ان اوكي وخلاص وعشان الكتاب نرجعه. اوكي اوكي ماشي. اوكي هنقفل الكتاب وبعدين هنرجعه. تمام انا عايز حضرتك تغمض عينك. اوكي انا هطلب حضرتك تغمض عينك. اوكي دلوقتي حضرتك شفت اكتر من حاجه صح؟ في ايديك اللي في الكتاب اللي كان فيه. انا حاطط في جيبي هنخسر بعض انا بعزها. اوكي كبيره دي. ما تخافش ما تخافش. انا عايز حضرتك دلوقتي خلي عينك مغمضه. خلي عينك مغمضه. انا عايز حضرتك وعينك مغمضه تمام تقول بصوت عالي ايه اول حاجه شفتها في الكتاب المنيو؟ في الاكل ان انا انت وريتهولي في ايديك ولا انا كنت بفكر فيه؟ ايوه لا لا اللي احنا اللي مسكناه من الكتاب وفتحناه وشفته. ليمونه. اوكي غير الليمونه حضرتك شفت ايه؟ جمل. لا انا قاعد جوه. انا بقول في الاكل. في الاكل؟ في اللي انا كنت بفكر فيه ولا لا لا في اللي شفناه يعني في اللي شفته اللي شفته احنا في الكتاب. انت شفت ليمونه. طب يعني جيبي بقى انت اللي شفت ليمونه. شفت حاجه ثانيه؟ احنا قلنا ايه ثاني صح؟ بندق تقريبا حاجه كده. ماشي شفت حاجه تانية؟ بيضه ليمون. انا هبقى عايز اعرف بيضه اصلا. بيضه وليمونه وبندق. طيب اوكي شفت حاجه تانية ولا لا؟ مش اكل بقى. اي حاجه بقى. لا اللي قصدي على الاكل. قصدي على الاكل هيجيبنا لو انت. لا لا قصدي على الاكل. شفت حاجه تانية؟ لا. طيب على حاجه على حاجه. بص او ممكن انا هم كانوا 6 حاجات فانا خلاص خلاص. اوكي اوكي افتح عينك. بص حضرتك انا معايا انا خلاص افتح عينك عادي. افتح عينك. انا خلصت لك الموضوع ده. افتح عينك. بص حضرتك انا كنت جايب لكم النهارده معايا برتقانه. هي اللي انا شفتها برتقانه ولا كانت ليمونه؟ لا لا مش مشكله. لا حضرتك قلت لي ليمونه مش مشكله صح؟ اوكي اقول لحضراتكم على حاجه عشان تشوفوها. استنى بقى انا فهمت كده انت هتعمل ايه. ثانيه واحده.
خلينا اجيبها كده لحظه. حضرتك قلت لي ليمونه صح؟ شايفها بقت ليمونه؟ لا لسه. جاملني يقول لي اي حاجه. بص ثانيه واحده حدش. ثانيه واحده. طب طلع عليها كتر. انت عارف انت كده خدت الكاتب وطلعت البتاعه دي، انت دخلت في حته كبيره. انا منفصل. مش عارف لو حضراتكم شايفين. بس شايفين دلوقتي. ايوه هي دي دي الليمونه. دي اللي بقى هتطلع من جوه الخاتم بتاع الشيف فاطمه عشان لا 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 او ماجد. انت دي الليمونه اللي انت شفتها؟ انت قلت حاجه ثانيه صح؟ البيضه باين؟ بيضه وبيضه وبندق. استنى كده. بندق جوه مع الجمل. انا مش هخرج من هنا هيضربوني. انا اسف. ايوه انت قابلته قبل الهوا؟ والله العظيم لسه شايفه دلوقتي. كنت بقول له قولوا لي اسمه ايه؟ ايوه هي. البيضه دي بقى مسلوقه جوه الخاتم صح كده؟ ايه ده؟ ولا دي فيها فيل؟ بس ثانيه واحده بس انا عايز اطلع من دي. لا لا لحد دلوقتي انا تمام. انا مش هلاقي مش هلاقيش بس اشيل بس جامدين قوي. انا هجري بس انا قلت لها واتخضيتها اقول يا لهوي ما حدش يضحك. قلت لي شفت حاجه ثانيه؟ احنا بندق. كان بندق بندق صلح. بندق هنا كان قاعد دلوقتي سامحنا يا بندق. اي شايف أيوة. حاجه جوه البيضه؟ ايوه ايوه الخاتم اهو. شايف ايه اللي جواها؟ بندقيه جواها الخاتم. شايفين ايه اللي جواها؟ ايه ده؟ عايز ايه ده؟ ده الخاتم. لو جاب لك عين الجمل مش الجمل نفسه. لا الجمل اعلى جوه هلاقيه لما اقرب. هو ده الخاتم بتاع حضرتك؟ اتاكد بس كده. متاكدش بقى ان هو اعتبريه. لا خلاص اعتبريه اتغسل بقى. انت الخاتم كده اعتبريه اتغسل بقى يعني. خلاص خده انت، خليه معاك سوفونير مني ليك. الراجل يعني انا خايف عليكي. انا خايف عليكي. ده الموضوع كبير. شكرا لحضرتك. انا شفت اداكي خاتم غير. انا بقى معايا الخاتم بتاعك ده شبهه. ده شبهه ايه؟ انا مبهوره. لا بجد. طب ايه يعني؟ بس انت ما قلتليش. قلت لي اسرح كده في وصفه وانا سرحت. بتبعتني يعني ولا ايه؟ مش هيقول لي. كان بتبعتني؟ ما انت اختار. انت شفت بقى اللي هتختار بقى يعني. حاجه يعني اخترت في حاجه ثانيه ولا؟ لا عادي كذا حاجه بس. طب هو انت لما فتح لك ايده انت شفت ايه في ايده؟ انا قبل ما اشوف يعني الموضوع ده. لا يعني هو في ايديه حاجه انا شفت. بما ان حفظت اللي فيها دلوقتي. اوكي اقول لحضرتك على حاجه. في عصفوره جنبك على فكره. تعالي كده. حضرتك مفيش. بس حضرتك لو تعالي كده اتفرج ولا ايه؟ حضراتكم تعرفوا بعض او مين اكتر اتنين يعرفوا بعض هنا؟ مننا احنا الاربعه؟ من حضراتكم الثلاثه. انا ايه الشيف لسه معانا السنه دي؟ شيف فاطمه قبلها يعني. شيف فاطمه و محمد اخوك محمد. اوكي حضراتكم تعرفوا بعض حوالي سنه؟ اوكي تعرفوا بعض كويس؟ طب انا ممكن اجرب حاجه مع حضراتكم. يلا نتست كده الموضوع. والله اوكي. طيب انا هطلب من حضراتكم. ممكن حضراتكم بس يعني تقعدوا كده يعني وجها لوجه. أوكي. يعني كده تمام. اوكي ممكن حضرتك بس تيجي كده شويه. ممكن حضرتك بس تيجي كده شويه بس عشان المايك. اوكي هو لو تدخلوني منديل اللي يبقى كتر خيركم. اوكي اوكي انا هحاول اعمل حاجه ان احنا هنحاول نربط بينهم سايكولوجيكلي. اوكي بحس ان هنحاول بس بحس ان لو حضرتك حسيتي بحاجه هي تحس بيها. والعكس هنجرب كده. هو انا ناقصه؟ طب اوكي انا هطلب من شوفي يا فندم. انا هطلب من حضرتك تغمضي عينك. اوكي ولو حسيتي بحاجه ما تقوليش حاجه. وانا هسال حضرتك كذا سؤال وعين حضرتك مغمضه. اوكي اغمض. اوكي اوكي قبل ما تغمضي عين حضرتك احنا هنحاول نربطهم سايكولوجيكلي. انا عايز حضرتك تبصوا على بعض اي كونتاكت لمده اقل من 5 ثواني حبيبتي. حضرتك ممكن تغمضي عين. اغمض حالا. غمضي عين حضرتك. اوكي ما تقوليش حاجه. لو حسيتي بحاجه ما تقوليش اي حاجه. اوكي ما تقوليش اي حاجه. احنا محتاجينها. اوعى. انا انت هتغمضي دلوقتي يعني. ما تقوليش حاجه برضو. استاذن حضرتك بس ما تقوليش حاجه. خلي حاجه كان. خلي عين حضرتك مغمضه. هتقولي لي بس او لا. اوكي من كام ثانيه هتقولي لي او لا حسيتي بحاجه؟ من كام ثانيه؟ حسيتي باي تاتش؟ أو. اوكي زي بوك كده او خبطه صح؟ اوكي
حوالي كم مرة؟ 3 مرات. أوكي. ممكن تقولي لي فين بالظبط؟ تشاوري لي على المكان؟ كتفي كده. أوكي، ثانية واحدة. أستاذن حضرتك تانية يا فندم تقول لنا حسيتي بإيه؟ ده أنا؟ قولي. الكتفي كده خبط. كم مرة؟ 3 مرات. ممكن حضرتك تشاوري لي على المكان بالظبط اللي حاسة عليه مش الضغط؟ مش هعرف أوي. بس هو هنا واتشال صح؟ اه. افتحي عينك. ممكن تقولي لها اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ مش هتتكلم خلاص. تعالى يا عمرو تعالى عشان هم خلاص كده دلوقتي هم هيجروا. تعالى. ايه؟ انت اتفرجي على الحلقه هتعرفي. لا مش فاهمه. هو ما لمسكيش ولا لمس الشيف فاطمه. في الحقيقه انا ما جيتش جنب حضرتك. لا بتهزري ازاي؟ انا كنت لا انت كنت في الاول واقف هنا. ما هو مشي. لما غمضت عيني انت كنت واقف هنا. هو لما انت غمضت عينيكي مشي. بعد كده هو لمس الشيف فاطمه. بجد؟ والله العظيم. لا انت كنت واقف هنا قبل ما تمشي. انت كده تعرفيه قبل ما تيجي؟ لا لا بجد. ايه طيب؟ والله. اتفرج على الحلقه. بصوا عشان ما حدش يفتكر ان احنا ان احنا متفقين عليها. احنا مين؟ لا لا احنا كلنا متفقين على حضرتك. اوكي احنا انا هحاول اجرب الموضوع تاني. أوكي؟ يعني لما كنت انا اول ما غمضت عيني ما انا هخلي حضرتك تشوفي الموضوع ده. اوكي اوكي ممكن تقعدوا في نفس يعني نفس الاتجاه تاني. ممكن تعملوا معايا حضراتكم ولا لازم هم؟ ما احنا لا احنا دلوقتي ربطنا خلاص. احنا ربطنا بمحمد. اوكي دلوقتي انا هطلب من حضرتك ان حضرتك تغمضي عينك. اوكي ولو حسيتي بحاجه ما تقوليش حاجه. اوكي وعايز حضرتك تنزل يعني لو ممكن يعني خلي ايدك بس فلات كده. اوكي تمام. انا لو حسيتي بحاجه ما تقوليش اي حاجه. حاولي تخلي كده يعني بوكر فيس على قد ما حضرتك تقدري. اوكي نزلي صباعي. خدت بالك انا شفت فيشل رياكشن كده. في رياكشن ممكن حضرتك تفتحي عينك. حسيتي بحاجه؟ حسيت في حد عمل لي كده. لا 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 بتهزر. لا انا عايز اجرب ايه اللي حصل بالظبط. انا عايز اجرب الموضوع. انت بتهزر. انا شكيت فيكم خلاص. لا دي صعبه قوي. انا عايز اجرب. دي انا اول مره اشوفها. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انا عايز اجرب. لا بتهزر. طب بص كده انتوا هتقعدوا مربوطين اسبوع ببعض. مربوطين ببعض؟ والله. فلو زعلتي بيسالي عليها يعني. لا بجد انت بتتكلم بجد؟ هنشوف الاسبوع وبقولوا لي. هنجرب وبقولوا لي. انا عايز اجرب بقى. طب بص انا ممكن اجرب مع حضرتك حاجه يعني بس انا لو جربتها مع حضرتك هتكون يعني عينك هتكون مغمضه فحضرتك مش هتكون فاهم يعني زيهم فاهمني يعني مثلا يعني لا يا مامي. ايوه انا عايز اجرب وانا اللي بغمض عيني. لا بس هتبقى حاجه مختلفه. اوكي بس نفس ال لا ما بس يعني هتبقى حاجه مختلفه. ممكن اجرب مع حضرتك حاجه؟ ماشي. اوكي عشان التجربه دي اقول لك على حاجه. بس انا ابتديت اشك ان انتوا متفقين فاهمني. طب بص اقول لك على حاجه. احنا بس انا هستاذن ممكن نبدل الاماكن دي. ممكن. شكرا. طب تعالى اتفضل. معلش هتابع حضرتك. اوكي بص حضرتك ممكن تقرب شويه. دلوقتي بص بس انا عايز حاجه تفتح ايدك الشمال كده حلو وعايزك تحطها على الترابيزه. ماشي. اوكي حلو بس كده. لا خليها كده. اوكي البرتقانه والبيض والحاجات دي. لا بص انا عايز. لا ما تخافش انا كنت حاططهم في طبق. بص عايز حضرتك تحط ايدك كده فلات هنا كده. حلو. اوكي انا عايز حضرتك ايه بص تعالى كده شويه. اجي لك كده. تعالى كده شويه. ارجع انا؟ لا خلاص زي ما انت. اوكي دلوقتي انا عايز حضرتك تغمض عينك. انا عايز حضرتك تغمض عينك. اوكي بس انا هطلب من حضرتك ان في الجزء ده بليز يعني يعني ما تتكلم يعني لو تكرمت يعني ما تتكلمش غير لما يعني لو سمحت لي يعني ان انا اسال حضرتك. اوكي طيب انا عايز دلوقتي هطلب من حضرتك حاجه. كل مره حضرتك هتحس بلمسه انا عايزك ترفع ايدك اليمين وتنزلها. اوكي نعمل كده. لا ترفعها يعني لا مش ادراعك كله يعني. اوكي يعني اعمل ان كده ان في لا بس ايد حضرتك لفوق شويه كده. وتنزلها. اوكي ماشي تمام. اوكي حضراتكم كلكم شايفينه. اوكي ما حسيتش بدي. حسيت. ارفع ايد حضرتك. كل لمسه ارفع ايد حضرتك وسيبها شويه. اوكي ما تقولش حاجه. ماشي ثانية واحدة. اوكي انا عايز حضرتك تقولي بكل وضوح
حضرتك قول لي بس لا خلي عينك مغمضه خلي عينك مغمضه ما تفتحش عينك حاجه غير لما تقول حضرتك حاسس بالضغط ده اه على رجلي ثانيه واحده قول لي بس او لا سوري ثانيه واحده ثانيه واحده خلي عينك مغمضه بس عايزك تقول لي بس حضرتك حاسس بالضغط ده قول لي بس او لا اوكي تمام اوكي انا عايز حضرتك تقول لي على دلوقتي انا هطلب من حضرتك حاجه غريبه بس حضرتك تقول لي دلوقتي لما اخر حاجه ثانيه واحده بس انا حاسس حاجه معلش بس ما تقولش حاجه لما اسال حضرتك حاسس حضرتك بالضغط ده دلوقتي انا هطلب من حضرتك تتكلم اوكي ولما حضرتك تحس بالضغط دوت حضرتك عارف كان يعني عارف كان زورك عارف لما واحد يصحى كده زوره كانه عارف مش عارف يتكلم كده فلما حضرتك تحس بالضغط ده حضرتك مش هتعرف تتكلم ومش هتتكلم اوكي فممكن حضرتك يعني تقول لي عن نفسك تقدم لي حق نفسك انا محمد ابراهيم لا لا كلمني عن نفسك شويه ببعض الجمل يعني. محمد ابراهيم بعمل اكل هنا في القناه اوكي كان كمل قول لي بعد عن الحاجه بقى انا كنت بفكر فيها شويه اللي احنا ما قلناش عليها دي كان ثانيه واحده بس ايوه اوكي دلوقتي بص حضرتك حاسس بالضغط لا دلوقتي اوكي دلوقتي حضرتك حاسس بالضغط ده لما حضرتك تحس بيه حضرتك مش يعني انا عايز حضرتك ما تتكلمش اوكي يعني لما لا لما تحس حضرتك بالضغط دوت لا مش مهم بقى سواء حضرتك انا عايز بس حضرتك تقول لي او لا حضرتك فاهمني اوكي لما حضرتك تحس بالضغط دوت حضرتك مش هتتكلم اوكي تمام اوكي اتكلمني عن نفسك اتفضل محمد ابراهيم ممكن تقول لي بعض الجمل ولا انا برنامجي هنا اسمه كل يوم انتك مش عارفنا يعني فانا ليا برنامج اسمه كل يوم جديد اسكت ولا انا المفروض ان انت لما تلمسني مش عارف اتكلم بس حاجه حاسس بالضغط اوكي خلاص مش مهم اوكي خلاص اوكي نكمل خلي عينك حضرتك مغمضه خلي عينك حضرتك مغمضه نعمل حاجه تاني لو دي مش طب لا خلي عينك حضرتك مغمضه اوكي انا هطلب حاجه تاني دلوقتي حضرتك حاسس بالضغط ده صح دلوقتي بص لما حضرتك الضغط يتشال انا عايز حضرتك ترفع ايدك كان بعلو ازازه اوكي تمام كبيره ولا صغيره لا نفس العلو ده استاذ حضرتك بس يعني لو ممكن بس حضرتك ما تقولش حاجه اوكي لما تشيل رجلك ارفع ايدي صح لا انا بقول لحضرتك على يعني على يعني حضرتك حاسس بالضغط دوت دلوقتي بسيط اوكي حضرتك حاسس بيه طب اوكي خلاص مش اوكي ما انا بقول لحضرتك لما حضرتك تحس الضغط اتشال عايز حضرتك ترفع ايدك العلو ده واستاذ حضرتك ما تقولش حاجه اوكي دلوقتي كده اوكي ثانيه واحده اوكي لما تحس بالعكس حضرتك تنزل ايدك تاني اوكي بيرفكت حضرتك ممتاز اوكي مره كمان اوكي مش مشكله خلينا حضرتك مغمضه اوكي حضرتك ممكن تنزل ايدك اوكي انا لا خلي عين حضرتك مغمضه انا عايز بس حضرتك تقول لي على حاجه بلاش حضرتك تقول لي محمد بس ممكن حاسس ان انا غريب ممكن تقول لي انت كنت حاسس بالضغط فين على رجلي في اي رجل فيهم الشمال اوكي ممكن تفتح عينك ممكن ميرسي جدا ممكن نديله سقفه كبيره سقفه ليك انت ايه ده شوف الحلقه عشان بحرق ايوه صح كده لا يا عمري هو كان بيعمل كده على جسمه حضرتك عايز ترجع مكانك اتفضل هو عم كان بيعمل كده ما انا كنت فاكرهم متفقين معايا ايه كان بيدوس على رجلي والله لا لسه في حاجه ما حضرتك حسيت الضغط دوت ولكن انتوا بقى انا كنت بتفرج عليكم فقلت انت بقى اللي جايباه واشتغلونا متفقه معاه بره ايه ده ايه العصفوره اللي جنبك دي لا انا اتخضيت في عصفوره جنبك والله اتخضيت قوي هو بيعمل ايه انت بتعمل ايه يا عم لا مش حاجه بس نعم انا ابتديت اقلق منك يا عم انا ليه بس تعالى بقى هنا تعالى انت كده دخلت عينك خوفتنا تعالى يا ابني اقعد هنا بس انت كده هتخفينا صح لا انا طيب اقفل باب الاستوديو بقى سلطان عشان محدش فينا يتبخر انت يا ابني الحلقه دي تبقى تحفه جدا اوكي لو ما زهقتوش مني ممكن اوري حضراتكم حاجات كده لا احنا معاك اوكي انا حد عارف ده ايه
طبعا بجيبها لبعض اخواتي. ده بقى ده اللي هو مكعب روبكس. مكعب روبكس دوت ده المفروض يعني انها لعبه ليها دعوه بالذكاء كده زي الحسابات. مش جاي غلط هنا كده هنطبخ حضرتك. لا لا ما انا ما اعرفش حلو برضه برضه ف ولكن هو يعني هو عشان الوانه الناس بتفتكر ان هي لعبه الاطفال ولكن هي معقده جدا. اوكي فدلوقتي حضرتك رشح حد منهم بقى مين فيهم؟ هما الاثنين خايفين دلوقتي فانا مش عارف عايز اعلو مين دلوقتي. بصي انا عايز حضرتك تلخبطي خلاص. اوكي بس مش قوي برضه عشان لا 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 مش هلخبطه قوي يعني عيب. عمري ما عرفت احلها فلخبطها قوي. ولا انا ولا انا اخوات عيب. اوكي وايه تاني؟ لا لا كملي لخبطه فيهم. على ما حضرتك على ما يروح يجيب تعبان على ما حضرتك تلخبطي يعني كده. لا بجد الموضوع كان صعب قوي عليا. ايوه حسيت. اوكي انا فتحت عيني اللحظه لقيته بيعمل كده في ايده. انا فهمت ان هو كده ايه. انا بقيت اتفرج. عفريت. خلي بالك احنا كده مربوطين احنا بقى الثلاثه مع بعض اسبوع فما حدش يزعل بقى وايه كل حد يروح لاهله بقى يجيب له اكل ويظبطونا يعني. هي بس كسرت اللعبه. لا انا كسرتها. الفقره باظت كده يا استاذ. تعالى لا هو هيرعب تركب. بص انا كنت لا لا انا عامل احتياطي. انا كنت اقول لحضراتكم الاحصائيه ان انك يعني انك تجيب وجه معين يعني لكل شيف روبكس كيوب هي حوالي 20 تريليون 100 بليون 430 مليون 2800 حاجه و20 دي الاحصائيه بالظبط. ان يعني الاحصائيه ان هي انك تجيب وجه معين. ولكن انا هوري حضرتك على حاجه. اوكي دلوقتي انا لو هاخد المكعب من حضرتك هوريكي حاجه. لو انا حطيته في الشنطه دي هنا وعملت كده يرجع محلول. طب ما انا شعرفني مش يمكن معاك واحده تانية في الشنطه؟ طب ماشي انا فعلا معايا واحده تانية احركتيني بس ما علينا. بس مش مشكله هوريك. مش مشكله انا كده عمري يعني بعد بهزر بهزر انت كده مش مشكله. بس هقول لك على حاجه ولا لا في الاول بس هقول لك على حاجه. بصي اوكي انا عايز حضرتك بصي حطي المكعب ما بين ايد حضرتك كده حلو بحيث ان هو ما يتشافش. اوكي انا دلوقتي انا همسك المكعب دوت قدامكم كده. اوكي انا هحاول اعمل حاجه كده. انا هحاول ان انا اعمل ايه. انا هحاول احله بطريقه غريبه شويه. وطبعا يعني كلامي ممكن يكون غريب اللي هو انا ازاي بحله وهو محلول صح. ثانية واحدة خليني ما بين ايدك كده. هيعملها لي ثانية واحدة يعني ما طلعتيها وانت نص عليه هيبهرك دلوقتي. وريني بقى الالوان اللي معاك. ثانية واحدة ثانية واحدة بس ممكن بس تخليه في ايدك. ممكن بس دقيقة واحدة. انا مش عارف اخدتوا بالكم ولا لا بس إيه؟ ممكن تكشفي المكعب اللي معاكي دلوقتي. لو ممكن امسكه. انا توقعت كده ايه انه زي بعضه بالظبط. لو انا دلوقتي لخبطته لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا ان الناحية دي الوجه ده زي ده جامايكا جامد. مش بس الواجهه مش بس الاولاني الثانيه الواجهه الثالثه طلعتيها الواجهه الرابعه الواجهه الخامسه السادسه المفروض كلهم يعني ثانيه انا اتلخبط انا لخبطهم. هم كده يعني هم كده المفروض يعني دول دي كده واحده سقفه كبيره دي اثنين دي ثلاثه دي اربعه دي خمسه دي سته. بس عمرو ابهرتنا. انت لسه مكمل معانا. انا اللي هسيبك وامشي. كنت سعيده جدا بمقابلتك النهارده. ابهرتني. يعني ونرجع ونقول مفيش حاجه اسمها سحر. الخاتم مش في ايدك على فكره. بصري. نعم. الخاتم مش في ايدك. خاتم. لا ما كنتش. كله ده الخاتم. نورتنا. شرفتنا. كنت مبسوطه معاكم. ربنا يبارك فيك. شيف محمد ابراهيم ضاء السمنودي. شيف محمد حامد واكيد حبايبي شيف ساره شيف نونا والجميله قلبا وقالبا دكتوره مروه. طبعا كان نفسي اكون موجوده معاكم. سنه سعيده على كل حبايبي زمايلي الناس اللي في القناه من اول الاونر لغايه نقول ايه اخر حد بيفتح لنا الباب او بيخرجنا من الباب. كلكم حبايبي بحبكم جدا. ما ينفعش انسى مش هينفع اقول اسامي حد عشان ما انساش حد. كلكم بحبكم جدا. سنه سعيده عليكم تحققوا فيها كل ما بتتمنوا وزياده كمان. يا رب كمان اكون دايما ضيفه خفيفه عليكم ودايما اكون عند حسن ظنكم ودايما مستمتعين ومبسوطين ونكون حاجه صغيره تدخل السعاده والبسمه في بيوتكم.